الو 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 الو، اهلا بكم، اهلا بكم في هذه المباراة العالمية بين اعظم فريقين، الفريق المصري والفريق الصيني. في هذه المسابقة يتوقف عليها شيء خطير، الفائز هو الذي سيشرب من المياه المعدنية، اما الخاسر فسيشرب من البحر. يسعدني أن أقول لكم أن الفريق المصري بسم الله ما شاء الله ما شاء الله مدرب على جميع أنواع لعب الكرة، فوتبول، فوليبول، فليسبول، بينك بول، بلالول، كل حيث يقول يجيد اللعب. كما يشرفنا أن في الفريق المصري حضر خصيصا من إيه ما عرفش الكابتن الصعيدي القوي العربي جد الله جد الحق عبد ربه، ومعه ملعبه الخاص اللاعبة سنية ركب. والآن ladies and gentlemen نبدأ المسابقة. هنلعب ايه؟ نعم؟ هنلعب ايه؟ سؤال جميل. هنلعب ايه؟ هنلعب ايه؟ طبعا دغري كده. طبعا يا جماعة يعني احنا هنمسك العصاية من النص، احنا نختار لعبة وانتوا هتختاروا لعبة. امين. طب انتوا هتلعبوا ايه؟ سوشو يويو تياشو. ايه هي دي؟ فيش حاجة تاني؟ سوشو يويو تياشو. ايه اوكي. الفريق الصيني اختار لعبة سوشو يويو اوكوهوكا عكوشا. طبعا انتوا عارفينها وكلكم فاهمينها، تجدين هذه الالعاب. بعد لحظات سيداتي سادتي ان الماتش المسابقة مذاع على القمر الصناعي والغير صناعي. ها؟ واحد اثنين ثلاثة. ستة رجالة.